C'est l'Union nationale des associations de sauveteurs et secourisme, et dans notre triptyque, on a la formation, le secourisme et la solidarité. Il y a quelques années, on avait choisi un thème, on était parti avec notre nationale, avec notre équipe nationale, au Togo, au Cameroun et à Madagascar, et dans le Nord-Pas-de-Calais, on fait aujourd'hui bien, puisque c'est faire participer les jeunes au civisme d'un pays. L'accueil aujourd'hui, c'est vrai qu'il est formidable, il est à la marocaine, comme vous l'avez entendu, et c'est formidable. C'est de voir ces jeunes jouer, aujourd'hui on les a vus sur ce que moi j'appelle du macadam, d'asphalte, ne pas râler, ne pas et être dire, l'un envers l'autre, tout ce qu'il y a de mieux, amis, et de pas sur de mauvais coups. J'espère que le Maroc pourra toujours être pris de volontariat et de sympathie, même en coche même, et puis dire, ben voilà, nous en tant qu'association française, on a une possibilité de venir amener un petit quelque chose au Maroc, de se faire des amis, de se faire des relations, et j'espère qu'on se développera et que dans les mois à venir, on aura en principe une antenne qui ne tape pas loin, on ne doit pas se l'appeler, UNAS Maroc. كي سرا بازي كازابلانكا ثم هذه 25 عام توجهت للعمل الانساني كان كل العمل هذا ما يقرب من شهرين الحافله ديال النقل المدرسي هذا الشهر اللي فات الحافله ديال النقل المدرسي مع المغرب اللي غادي تكون ان شاء الله في النقل المدرسي في سيدي بنور ثم اخيرا في الاسبوع المقبل شفنا واحد سياره اسعاف اللي غادي تكون واحد الجامعه القرويه هذا هو العمل ديالنا ثم كنجيبوا كراسي متعلقه الى اخره وهذا ثم مشينا للايت من الاول بالنواحي ديال اكادير داروا فيهم حتى واحد الايام ودرنا واحد اليوم سياحي في مراكش واليوم جينا للدار البيضاء وهذه الزياره ديالنا تدخل فيها طب تبادل مع الجمعيه ديال الاستاذه فاتحه لان استعدنا اليوم وبالحقيقه تفاجئنا لان ما كناش كنتظروا بان غادي يكون شباب وتحميس وكل شيء كيعمل يد في يد وهذا شيء مجري. رئيسة ديال صحة الشبانات في الطرف القادم عندنا صفحة ديال طرف الأحياء اللي كنظمنا اليوم واحد تعرض صاحبها واحد الجمعية الفرنسية اللي غادي تجي إن شاء الله باش تدعم هذا المجال ديال العالم القروي وتكون منفعة ما يديو مساعدة باش نحاولوا نزيدوا صور هذه الأنشطة ونقلوا هذه الوحدات من بزاف ديال هذه الموسيقى الفظيعه لان ما فيهاش شنو تقول ما فيهاش مراكز والقوس ما فيهاش ملاعب تشغيليه الحمد لله دابا كاين واحد البرنامجه اللي هي ديال المنظمه الوطنيه للتنميه البشريه لان هذاك واحد ملعب الصوت اللي غيكون في بزاف الشلالات وهذا ما غاديش يفتحوا المركز الجامعي ديال ادمان السكن اللي غيكون ان شاء الله تحت اشراف جمعيه ديال الشلالات
وعندنا واحد في حد واحد نادي مثلي عضو أسقاط يعني الحمد لله يعني دل هذا العام الجديد الحمد لله تحلو بذلك الأفق للجمعيات المجتمع المدني وللمنطقة كلها تحلو بذلك المشاكل كذا عقل اللي كان طير ديال هاد الجمعيات كان بزاف اي صدق الانشطه اللي كانت كتبدا لان ما كانش متعب باش نحاولوا نقدروا هذه الاجابه المؤثره ومن الاهداف اللي كانوا لينا كنشوفوا وهذا هو ايجاد جداد داخلي على المجتمع ديالنا وهذا هو في الجامعة الطرفية ولا الحضارية ولا يعني هذه الاستثمار لو كل فتو كيلقى مركز ريادي ويلقى تكوين مهني بعد ما يدير هذا الدراسة ثقة غنحدوا من هذه الظاهرة غنكونوا كنكونوا مجتمع صالح وما نشوفوش هذا الهدف اللي كنشوفوا في السياسه اللي هذا يعني تشغل شكل جديد علينا وشكل داخل على المجتمع المغربي وانا كنتمنى يكون المسؤولين والمتعاونين اليومين في ينطقوا هذا الشيء اللي باقي جاي يعني اللي كانت غنحاولوا معاه ولكن اللي جاي نطلعوا شباب زعما رياضيين فلكيات يكونوا ما عندهمش هاد الحوايج داخل المجتمع ديالنا المخدرات ولا السكاكين ولا الصفو ولا المهم يكونوا ربينا واحد الجيل اللي غادي كلنا نفتخروا به ويكون عندنا مستقبل باهي مع الشباب ديالنا هذا الجمع الشمالات